أهلا وسهلا بكم جميعا. أمانة محافظة الجيزة لحزب النور ترحب بكم في هذا المؤتمر الحاشد، والذي نسأل الله عز وجل يعني أن يأتي بثماره وأن يكون على المستوى الذي يليق بهذا الحضور الكريم. ثانيا نرحب بفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، نرحب بفضيلة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور. هذا الرجل المجاهد الصابر المحتسب الذي لا نريد أن نمتدحه في وجهه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يوفقه وسائر الإخوة في الهيئة العليا لحزب النور وجميع الأمانات وجميع الشيخات لما يكون سببا في رفعة هذه الأمة وفي إعادة مصر إلى مكانتها الحقيقية. ثم نرحب بكل السادة الحضور. بتغيير الدساتير أو بسن القوانين لن نغير ما خرجنا جميعا ننادي بتغييره وإصلاحه، لا بتعديل الدستور ولا بسن القوانين، وأنا لا أقلل من شأن هذا أبدا. فهذا طرح ساذج الذي يقلل من شأن هذه الخطوة، لكنني أدين لله بأنه لو تغير الدستور وتعدلت وسائل عدل إلى جميع أهل مصر مسلمين وأقباء، نرسل رسائل الحق والخير إلى أهل مصر من الأقباء. إن مصر هي بلدنا جميعا، هي وطننا جميعا، يجب أن ننبذ الفرقة إلى الاجتماع وأن ننبذ التنازع إلى التعاون. هلم جميعا نبني مصر الحق ونبني مصر العظيم من فرعون كسر على صدر ارض البلاد، يبطش ويصرخ كيفما شاء. المرحله العاصمه مرحله تلك الانتخابات، وانت حر الان